حتى من بدر الماس يعني، والنعم فيهم وعائلته الكريمة، بس أنا يعني مو حلوة إنك تسجل حق زوجتك. ترى على فكرة أنا أتحجى بالقانون، التسجيل يا جماعة أقول لكم شيء، التسجيل من غير موافقة النيابة ترى يعاقب عليه القانون، يعاقب عليه القانون. مو بكيفك انت مسوي جهاز تجسس من تليفونك قاعد تسجل، مو بكيفك، يعاقب عليه القانون. ان انت لو ادعى بالك انت لما تمسك يعني تسجيل على احد تقول له والله انا فلان شايل عنه كذي وكذي وكذي وكذي، مصور له او مسجل له، او تروح فيها، والله العظيم تروح فيها.